نحن هون عشنا أحلى أيام عمرنا، يعني بالرغم إنه كان حرب وكان كتير صعب علينا، بس لما كنا نجي على هالصالة، هي الصالة بالذات رغم إنه هي كتير عتمة وكتير يعني كانت منطقتها شوي خطرة. يعني مرة نحن عم نتمرن هون جنب أبونا، تمام، هون تحت الشباك وقعت قذيفة، فأمنا ما رجعنا على بيوتنا، تخبينا تحت بالأبو. بعد ساعة رجعنا، طلعنا وكملنا كملنا تمريننا عادي ولا كأنه صار شيء. أبونا الياس جنجي الله يرحمه كان هو يقعد على هداك البيانو، كنا مع أبونا نقول أكثر شيء لموتزارد، تعالوا نرد عليهم، يعني عم زدتوا علينا هالصواريخ وعم زدتوا القذائف، إنه تعالوا نحن نرد عليهم من خلال ريسيتالاتنا، من خلال الحضارة اللي لسه باقيانة بحلب. فينا نقول إنه الحرب خلصت من ناحية الدمار والقذايف، بس لسه في حرب تانية لسه موجودة وعايشة فينا، هي حرب اقتصادية، حرب نفسية. في كتير ناس سافرت، عائلات هاجرت ولسه ما رجعت على حلب. هلا أنا بالنسبة إلي ما بحس إنه الحرب خلصت، يعني لسه ما خلصنا، ما خلصت عواقب الحرب علينا، نتائجها لسه موجودة وواضحة، بس للأسف العالم كله نسي حلب، العالم كله ما بقى مهتم حتى بسوريا. اليوم عم نتساءل كيف ممكن نطلع من كل هذا الوضع؟ كيف ممكن نرجع نعمر حيطاننا ونعمر ونرمم رواحنا المكسورة؟ كيف رح نقدر نرجع نعيش مع بعض مثل الأول؟ أنا عندي إيمان بهذا الشيء وبصدق هذا الشيء. جورج هو صديقي المقرب، كان بيغني بكورال كنيستو. هلا أنا وجورج بنعرف بعض من قبل ما يدخل على الكورال، كنا نرتل كتير مع بعض نغني، يعني كل ما يصح لنا نشوف بعض بنغني، وحتى أحياناً كنا نجي لهون على الكاتدرائية نرتل سوا. وحقق رجانا بقيامتك. جورج بعرف إنه بيوم من الأيام رح يترك هالبلد ويسافر، الله أعلم، بس إذا سافر أكيد رح يترك قصة كتير كبيرة بقلبي. وقت اللي بشوف كنيسة كانت قبل هي عبارة عن ملجأ لألنا، نجي لهون مشان نحتفل، مشان نحس بجو حميمي. وقت اللي بشوفها هلا بلا سقف ما بعرف، هو شعور كثير غريب، يعني اصلا بعد ما عم بشوفها هيك نسيت قبل ايش كانت، ما بقت اتذكر الصورة اللي براسي، بس بزعل، يعني كثير بزعل. تفكر بالسفر انت؟ ايه لبرات سوريا؟ ايه، يعني اهلي برا واخواتي برا والعائله كلها برا، اهلي بهولندا، اخوي بالمانيا، وانا هون بس الله ييسر ما بفكر اطلع لعندهم. بدنا نشوف ايمتى تزبط. طيب بس تطلع تفكر انه ترجع ولا؟ ايه 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 بفكر اني ارجع على القليل بعد ما يكون ما في شيء هون بالبلد والامور راقت وما بقت في انا شيء مشاكل علي بفكر ارجع. ما بالعكس هي بلدي يعني ونحن ربينا هون وعشنا هون في مستقبل. بس نحن بنحب الفوضى، نحن بنحب العلاقات الاجتماعيه. العلاقات الاجتماعيه ما في على حسب ما بيحكوا كل العالم، انا ما رحت وشفت بس حسب ما بيحكوا مثلا الساعه 6 7 سكرت المحلات ما ضل في حدا اجباري كله بس يعني بتحولوا لآلات بس شغلوا شغل بيت واللي بسحب منيح بنزل بقى بنزل بدور مثلا بدور برات البلد او بنزل على البارات او طبعا هذا كله حكي برا انا ما شفت شيء. ايوه حتى تجربه جديده يعني انا صحيح حط لي فرصه ليش لحتى ما اجرب روحي بلكي بكره باخذك معي هلا ما وقتي معهم قدام الكاميرا. من اداب الصعود الشاب يطلع من البنت روحي بعدين ما بمشي لحالي ما بمشي الحال انتم الاجانب ما بفرق معكم نحن عنا يلا مربيك يا وصلنا شو لا تقرب لهوني طلعتيني انا وياه وخدي لي وحده انا وانت وهو شوفها حلوه يا كريم مغمض لك روحي قولي فتح عيونك يلا وحده يعني طلع علي طلع راسك ايه حلوه لك ايش هذيك البنايات لهونيك شوف لا ابدا ما بتذكر هذا المحل يعني ما بتذكر هون ايش كان فيه مشان هيك يمكن هون ساحه الحطب ما هي ساحة الحطب؟ يمكن هون ساحة الحطب هون صعب هي المدينة كانت قبل غير هيك تماما كان في شغلات حلوة يعني أنا بتذكر هذا المحل هذا هون كلياته كان كله محل مضوى وعالم وناس رايحة جاية وهون هدول الشوارع هدول كانت هون الساحة مليانة عالم وهون في أبو عبده الفوال وهذا السوق معبى بياعين السمك فصعب يعني انه تطلع تشوف شيء كان موجود وما عاد موجود شيء كثير صعب شغله صعبه. الكورال ساعدنا على تجاوز ايام الحرب والدمار والازمه. الموسيقى هي اللي قدرت تحمينا وتطلعنا من هذا الجو المشحون. الموسيقى كانت أفضل طريقة لنتخطى كل الحرب. الياس كان ممرض بمشفى. بأيام الحرب تعرضت لوعكة صحية وبهداك الوقت هونيك تعرفت عليه. سمعت صوته حلو كتير وهيك بيغني بطريقة كتير حلوة فقمت قلت له الياس إيش رأيك تدخل معنا على الكورال؟ كورالنا مازن هو من سكشن الباص، شاب شغيل وطموح، عنده محل موبايلات، تقريباً كل يوم بيسكر وبيجي على التمارين بعد شغله. ليلى من سكشن السوبرانو، فاتت معنا على الكورال بعد ما سافروا ولادها برا البلد، صوتها كتير حلو وبتحب تغني كتير. ماريا هي آلتو، الكورال كله بيحبها، هي القلب الطيب والأم الحنون للكل. الكورال صار مثل عيلتي التانية، كلنا منحب بعض، منساند بعض، مندعم بعض، يعني بتحسي إنه إحنا عائلة كتير متماسكة. أتمنى كلياتنا بيوم من الأيام نوصل لرسالتنا لكل العالم. أنا معك هاي بالعربي أنا كاتبتها. هلا أفي ماريا كورال، وبسوريا هو أول كورال نوعي بيقول كلاسيك والموسيقى الغربية الأوروبية. يعني نحن هون متعودين نرتل ونسمع تراتيلنا الشرقية. أبونا الياس الله يرحمه قدر يجمع بين كتير أصوات متميزة ومتألقة بعالم الموسيقى. كان دايماً يروح يدور على الموهوبين والأصوات المتميزة بين الكورالات والكنايس ليكونوا معه بالكورال. هلأ أنا وقت كنت صغيرة كنت بالمعهد العربي للموسيقى، وهنيك تعلمت العزف على آلة الفيولون. هلأ من صغري حلمي إني أفوت أكتر ويعني أتعمق أكتر بمجال الموسيقى، العزف، الغناء الأوبرالي. لهيك لما شفت إنه عنا هيك كورال هون بحلب وأنا كنت عم بكبر شوي شوي، كبر معي هذا الحلم. الشباب. بس على الأكيد بده يعطينا إنه في جورج بالسماع طعم الأوكيز الله يطلع أو لا. نحن كان بيودنا إنه نحن نطلع كل الكورال، بس كان في كتير أشخاص. أنا مشي حالي لأجي. برافو عليك. هلا نحن محمسين كتير سيدنا حمص، وكمان رايدين نشوف العيال الحمصية بعد. كنيسة شلون مرممينها مشان نحن هيك نغار منه ونشوف كنيسة كمان نحن. خلص أنا بقول. كتير صعب علي اليوم شوف البلد كيف صارت، هالبلد العظيمة المعطاءة. بتذكر أنا بحفلة حمص كنت كتير مرضانة، وبصراحة ما قدرت أسافر على حمص. ما كان عندي الشجاعة إني أشوف هاي المدينة الحلوة هيك صارت مدمرة وأهلها مسافرين، هيك متروكة لحالها مهجورة. منور الدخول لما بس ايه انا قلت له بس نوقف خفيه. الشيء اللي عشناه قبل غير هلا. كان عمري 18 سنة، هلا أنا عمري 24، صرنا تقريبا يعني 7 سنين، صار لي 7 سنين بالحرب، ما عشت طفولتي كلها للأسف. علمنا كثير شغلات الحرب، كثير كثير، كبرنا كثير، إنه نحن هلا 20 يعني سواء 26 سنة أنا، بس حسي حالي كأني 40 سنة. إيه حرب قساني كتير، صرت قاسية عصبية، ما بعرف يعني صرنا نقول مثلا يلا اليوم موجودين نحن نعيش هي اللحظة وبكرة بجوز منا موجودين. كحلم أنا كشاب بعمري متقدم على جازة، متقدم إنه يكون يأسس عائلة يربي أولاد، فبظن حالياً في هالبلد نحن ما لنا نصيب للأسف كشباب. عم بحكي حق أكل، حق مثلاً باكيت ندخنه، سيجارة ندخنه، بس غير هيك صعب نفتح بيت وصعب نكون عيلة، كل شيء صار صعب بهالبلد. إن شاء الله بتحسن، بس صرنا 7 سنين يعني إنه وبعدين بينتها شغلة طويلة. ايش اسمها الحلال اللي هي الحميدية؟ تعرف ابو ايزي؟ ايه نعمل هيحرق شو؟ هي وادي السايح هيحرق الجسد. زوم يا عربي عربي، كأنه هيروشيما شلون قبل وتنزل هيك والشظايا هيك، الشظايا كلها ما في شيء يعني يعني تتخيل انه هدول كانت مثلا عالم قاعده عم تاكل بتشرب على بقوه تعيش حياتها. وفارس الناس اللي كانت هون وين راحت؟ كلهم سفر يلا. ايه ما هو هذا السفر انتشروا بالعالم. حرام ما بعرف ايش بدي اقول لك، ما بعرف شي بقسي يعني حرام، ما في حدا يعني مهجوره. مهجوره لحاسي كيف ما في؟ ما في لا طيران يعني ايش بده يصلحوا؟ وين بده يقعدوا؟ ما بعرف كأنه ملاك ولا شغله، كأنه تحس ملاك، كأنه ما بعرف ايه معقولة؟ حدا حاطط شيء يعني ما كأنه في جوانح ونظامي. شوفي مهدنة بطريقة نظري، بس أنا قد معقولة ملاك؟ مشتاقة اروح شو بيت جدي بس ما بعرف وين شلون بدي اروحه. لوين؟ بيت جدي. بيت هديب. هديب اخر جنب بيت باخوس. بعرفه بيت هديب الاستاذ؟ سمير؟ سمير هديب خالي بكون. والله بعرفه. ومرته كانت شو أردنية بسمة. أردنية يعني بسمة ايه بيتهم هنيك على اليمين. لقدام؟ وادي السايق كلهم بيجتمعوا. الدرجة لهنيك بتنزلي نزلة الأظن آخرته والشارع المقابله. حضرتك المنطقة؟ ايه ساكن هون؟ ايه والله طلعت وقت صارت هالقصص او ضليت موجود؟ لا والله طلعت ايه والله هي أول جاية ولا هي أول جاية والله يعطيك العافية الله يعافيك شبك بالك عم تقدروا تسكنوا يعني؟ لا ساكنين اجت الجمعية صلحت لنا الحمد لله يعني ايه صلحت لنا الجمعية وركبت لنا كل شيء ايه لا بتعرفي معناتها بيت جورج هدي وبيت باخوس والله أنا ما بعرف أنا هون بيت حماية ما إلا البيت اي نعم الحارة لجوا يعني لسه؟ هون هيك جاي البناية لا بيت باخوس وين هذا مو هذا بيت باخوس بيت باخوس لا مو هذا انا بتذكر بيت استاذ سمير هديب يا بهذا الشارع يا بهذا لا مش هذا لا هي ما كان في هيك قدامه مسكر هالتسكيره طلعت الحميديه عرفت كيف؟ هذا هو ايه ها لانه بيشتغلوا بالصناعه انت الاغنيه ولا ايه هذا طلعت الوادي السايح هي الأرضي بيت جدي هو كان هذا بيت باخوس أفرجي لأمي خلي تشوفها هاي انت توجعي لقلبها لك ما بعرف ما عم يبين أبدا يعني ما المنطقة ما عم يبين شيء أبدا من بيت جدي الله يرحمه كان في وراهم عندهم حوشهم هيك أرضي بالأرضي لك الطرف ياسمين كل ما بشم ريحة ياسمين بتذكر ريحة الياسمين عندهم أهلا لماما يعني فوق بيت خالي سمير وفوق بيت خالي منيب بيت جدي هو عمره بإيده أول طابع عمره بإيده بعدين وقت اللي صار عنده شباب وقت وهم كانوا عايشين هون وقت الحرب يعني؟ ايه جدي توفى هون وستي توفت قبله شي 8 سنين بسرطان بوقتها اوكي مع الاهات اكيد ما حدا ينساها بلوك والسيسه تمام اخر شيء افي فيرون وبعدها جلوريا افي فيرون وجلوريا وبعدها جلوريا تمام ودلوقتي نفتتح الكنيسة بقص الشريط وإشعال الأنوار وبناخد الفرصة كمان آمين الكنيسة هي كنيسة اسمها باب اسباع دمرت وقت الحرب من خلال المجموعات الإرهابية وهلا حاليا عم برجعوا بيشتروا من أول وجديد بس في أصوات حلوة عم بترتلهم، في عالم جاي كرمالهم مكان بعيد مثلا 6 ساعات طريق سفر ما هي قليلة. شعور كتير حلو. أنا أول مرة كان برتل قدام عالم يعني، بس هيك خطر في بالي شلون كنا قبل وشلون هلا نحن موجودين. الساعة 9 عادوا الاصوات ونشوف هون صار في رقد، ناس عم ترقد وناس غرباء، ناس اجانب يمكن هن ما بعرف من وين، من الشيشان او شيء، دقنهم طويله ولابسين كوستيوم ابيض، لابسين شيء لباس، معهم سلاح، وعملوا رعب هون بالحاره، فكلياتنا تخبينا، دخلنا على من ورا الشباك. فأنا بس هيك مديت راسي بدي أشوف إنه شو عم يصير، ولا هيك حط علي وقام قال لي ادخل أيها المواطن، يعني حدا عم بيحكي بالفصحى مو من أهل البلد. فبقي هيك الوضع للمساء لوقت ما الجيش دخل وأجت الدبابات لهون، يمكن ل9 المساء، يعني كان نهار كثير بشع. عم نسمع الصلاة هلا عندهم صلاة، عندهم عدة صلوات خلال النهار، ففي جامعة قريب بنسمع الصلاة، بحطوا اوبرلور على العالي فبنسمع بوضوح صلاة إخواننا الإسلام. اللي حلو انه كان في تعايش، يعني مثلا هون بالمنطقه في كنيسه، هون في جامع، هون في مدرسه للراهبات، بعد شوي في غير مدرسه، يعني مختلطه، انه كان الكل عايشين وما في اي مشاكل ولا حدا بنزعج من حدا، كل واحد بيعرف حدوده وبتعاملوا بانسانيه. بس مع الاسف اجوا خربوا معنا الانسانيه بتصرفاتهم، هذا بس مو دليل انه كل الناس مثلهم يعني، بس عطوا فكرة بشعة. فبدنا وقت لوقت ما شوي تنضف قلوبنا وولادنا اللي عاشوا هالفترة صعب يعني. أول شيء بدنا نطلع هيك بالفطور، وبعدين بنرجع هيك على المسرح، كله على المسرح. هذا هو اسمحنا نطلع. أول مرة بنزورها بشكل عشوائي، يعني كان في مناطق ممنوع ندخلها. أنتوا حضرتكم من حلب؟ نعم من حلب. وتميتوا قاعدين بحلب فترة الأزمة؟ نعم ما طلعنا، ضلينا هون بحلب. والحمد لله يعني ضلينا صامدين لآخر لحظة، لأني كان عندنا أمل وتفاؤل إنه بدها تضل حلب مثل ما هي. موال هي تسحب موال عليها. طال المطال يا حلوة تعالي، يا مال الشام يا الله يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي، لا بتغير ولا بتحول، اشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول، مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول، حتى نعيد الزمن الأول، يلا تعالي. إنه كل الشعب السوري بيجتمعوا بالموسيقى، كل الشعب الحلبي بيجتمع بالموسيقى والميوزك. روحوا ردت له. ايه يعني بنت ال 30 بترجع 20 وبنت ال 40 بترجع 30. لما بتشوفوا هذا عم بغني اكثر كلام، اكثر الاغاني هدول حافظانينهم لحلب وسوريا وكلها، عن جد بنشعر براحه نفسيه يعني. يعطيكم العافيه، ميرسي كثير، فرصه سعيده. اسعد يا رب. تفضلي شباب. أنا بعمل إيدي أول، أسرع أسرع أسرع، يلا دين 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 جو. هلا أنا وحكمت عنا حلم كبير إنه نفرجي كل العالم إنه في عنا ناس مثقفة بحلب، ناس مبدعة بتهتم بالموسيقى، الرقص، الكلاسيك، الباليه. شبابنا هون بحلب بالذات مليانة أمل وشغف، عندهم كتير خطط ومشاريع. حكمت مثلاً هو خريج كلية الهندسة المدنية، واليوم عم بدرب الأولاد على الرقص، وخاصة الأولاد يلي مرقوا بفترات صعبة كتير بحياتهم خاصة بالحرب. هيتيا جبتيها هاي هاي تيا اصغر وحده معنا بالباليه. تيا بتحبي ترقصي؟ كثير؟ اسمع هالكروش. ايه هي على فكره عندها مرونه كثير منيحه، عندها مرونه عن جد ما بمزح، يا فرزينه مرونتها رهيبه. بتعرفي تعملي جسم؟ طب فسخ عرضي، نعمل لهم فسخ عرضي؟ ايش رايك؟ يلا تعي فرجيهم، يلا هاتي ايدك. واو برافو. طلع علينا. حكمات هون كان داعش وجبهة النصرة هون بحلب القديمة، وما كانوا عم يطلعوا، وكانوا عم بزتوا قذايف على العالم يعني على العالم اللي ساكنين لجوا يعني، فمشان هيك اضطر الجيش مع الجيش الروسي انه يفجروا هالقصص لحتى يقدروا يطلعوا. كليري بحب ناصرا كنت لي فلا تخذلني ولا تتركني. الصوت اللي سمعناه بالحرب كنا نسمع اصوات كثيره، كان في كثير اصوات عنيفة، كان في كتير صوت قوية. سألت الرب وإياه. كنا ننام ما لنا حاسين بأمان، ننام ما بنعرف إذا رح تجي القذيفة علينا مثل هالبيت أو لا يعني. كان صعب كتير، كان كتير صعب الحرب علينا. أكثر شيء صعب هو الشهداء والأشخاص اللي كانوا يموتوا، الأشخاص اللي كانوا يتقنصوا بالشوارع، الأطفال اللي كانوا يموتوا على الطريق هن رايحين على المدرسة. هذا الشيء كان صعب كثير علينا. هون هو كشعور يمكن شوي صعب انه انت عم ترقص ضمن دمار، يعني يمكن هي المنطقه اللي موجوده بحلب اكثر منطقه اكلت ضرب، يعني ما فيها شيء موجود ابدا، كل زاويه فيها عم تحكي شيء معين، يعني عم تحكي قصه، عم تحكي اشخاص يمكن فقدوا شيء كثير مهم هون بالبلد. ف ما بقدر اقول انه هو شعور حلو، حلو وما حلو بنفس الوقت، يعني حلو انت عم تقدم شيء له علاقه بالحياه يمكن بوسط كل هالدمار يعني. فان شاء الله يا رب يرجع كل شيء مثل ما كان، وتكون هي الرقصه يمكن. جيسي ايش خلص حطي لي بالهي انا رح احط لك هي تبعت الولاده. ايه هي دي. اوكي يلا يلا جاهزين. هذا العمل اسمه كمان قوة القدر Power of Destiny. أنا بسمع فيردي. هي عن دراما إسبانية. نطلع على هذا المكان أو هذا المكان. أنت عندك حيط فاصل بين الدمار والحرب والحضارة. من جد يعني القدر. إيه هذا اللي دائما نحن يكون عندنا أمل فيه. معقول هالقد يكون هالقد يكون القدر صح. معقول قديش مع اللحظة ومع الموسيقى. ايه عن جد شيء يونيك. ايه يعني بعد من الألعاب مثلا بالشام وصلنا لمرحله خلص هي الاشياء ما يعني ما من ايه يعني مثل الفتاشات سبع راس السنه. ايه انه خلص لازم انه عم نعمل شغله هلا لازم نكفيها. يا بابا برافو. بانتهاك جديد للسيادة السورية. إسرائيل تشن ضربات على مطار حلب الدولي وريف دمشق. البداية كانت في حلب إذ كشف زاندين بونجور، شلونك سوس؟ تمام، شلونك انتي؟ منيحة، ايش عم تسووا؟ منيحة؟ والله قاعدين عم نشرب قهوة، تعي اشربي معنا. عقلبك، شوفي هي بابا. لا الا بس بابا. اهلين بابا، شلونك؟ اهلين، سلمي يا عنا. بابا شلونك يا عبا؟ شلونك؟ منيح منيح، كويس. هذا الشيء اللي بعزينا على فراقك يا صندوق. دايما تمارين، دايما تمارين. يا حرام ما عم تشوفني ماما. ما بشوف حدا، وحدانية. شلون وضعكم بلبنان؟ اليوم أهلي بابا وماما يعني ما ضلوا مثل الأول، ما عاد عندهم كل هالأمل، كل هالطاقة، خاصة بعد ما أخواتي البنات سافروا وتركوا حلب، كل شيء تغير عليهم. يعني حتى أهلي وقت الحرب، وقت الضرب، كانوا يعني بصراحة متفائلين أكثر، ما كانوا يفكروا أبداً أنه يطلعوا ويتركوا حلب. ما عندك شي نزلة قريبة؟ أنتي وجانو تعوا على الكريسماس، حاولوا. جيبي معي كرومة. هلا اخواتي البنات ساندي ورولا، رولا عايشة بلبنان حالياً وساندي طلعت على أربيل، بس أهلي اليوم صار بدهم يطلعوا ويروحوا يعيشوا مع اخواتي، صار كل همهم إنه يعني هيك نرجع تلم العيلة على بعضها، نرجع نعيش كلنا مع بعضنا مثل أول. أوكي. اليوم العالم مو مثل الأول، ناس تحسيها تعبانة، مقهورة، مثل كأنه أرواح ميتة، تعبانة، أشباح. العائلات كل يوم عم يسافروا، بيهاجروا برا البلد. الناس اللي ضلت هون هن الناس محبوسين بوجعهم وأحزانهم وآلامهم. اليوم مثل البنات اللي بعمري بالثلاثينات بتلاقيهم عايشين لحالهم، ما معهم حدا، يعني حتى ما بقدروا بيعيشوا قصة حب. صار إنه كل الشباب سافروا. كتير قصص هون حب عم بتموت، في ألف سبب وسبب طبعاً، خاصة بالحرب، الظروف المعيشية، الاقتصادية، الأزمة اليومية اللي عايشينها هون. المشكلة إنه حياتنا اليوم متوقفة، يعني واقفة كلياً، الأفق مسدود، المستقبل مجهول قدامنا، يعني سواء كنا بنات ولا شباب. ناس ما بقى عندها أحلام ومشاريع وحياة عادية، مشان هيك كتير 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 من الشباب سافرت. سلموا يا شباب، مرحبا يا شباب. علو 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 علو. السلام عليكم حجي. سلام ورحمة الله. أهلا بالعافية. هلا. شك أنا بدوخ. لا جدوخ. قصدك هون؟ إيه. يلا تعال. صرنا نحن منتهيين حرب تقريباً، إن شاء الله هون بحلب 2016، إيه صرنا تقريباً 6 سنين، 6 سنين هلا. بس هدول تعمروا، يعني بس كم شغلة تعمرت، لازم كل يتعمر، يعني حرام. لا هدول سهل عليك. أنت شلون شغلك؟ والله ماشي حال، عم بشتغل شغلين بالزور، عم نعيش احيانا، ما عم ننام بالبيت، يعني عايفين البيت اوتيل. بتلاقي وقت تتمرن؟ والله يا ما شوفي صراحه ما في وقت كثير اتمرن، لانه بالاخير عم بقضيها طول الوقت شغل شغل شغل، بس الوقت القصير اللي بضل معي كثير بحاول اسمع فيه موسيقى وخاصه كلاسيكيه. عرفتي ما بحب ما بحب مثلا اسمع. شغلك فيه كثير ضخم. تماما تماما. ويعني بتضل تراقب المريض. تماما، فبحط سماعات وبحاول انعزل عن العالم كلهم وبسمع. يلا شلون بتنام انه تضل هيك طول الليل فايق؟ ايه تعودنا لك مايا، يعني صار لي انا عمر بشتغل هيك بالليل، فخلص تعودت انه ما انام. طب شلون بتضل هيك صحيان طول الليل؟ مضي قهوه وموسيقى كلاسيك حصرا ودخان بس. يعني هدول هن ايه هيك تيطلع الصبح. لك انت بتعب، بس ما جسمك تعب مصيبه، يعني خلاص ما بيطلع لك حيل انه انت تغني، بتضطري بس انت تنامي. يعني كلياتنا عندنا بس الموسيقى، الموسيقى هي اهم شيء يعني بحياتنا كلياتنا. هي المهرب الوحيد. ايه المهرب الوحيد. انا بما انه يعني سفرانك بفرغ انت كمان هون. ايه انا اهلي بقلعوني احيانا. انا خلاص خلاص. لا وفي عندك عالم انت ما بتفهم الموسيقى الكلاسيكيه، فانت وقت بتسمعيهم مثلا بتسمعي شغلات بقول لك شو هذا مثلا ويع واو ما بفهموا هيك شيء غير اللي بيعرفوا واللي بيحب. يعني بالاخير نسبه قليله من العالم هي اللي بتسمعي شغلات. فيعني الحمد لله. انا امي كل ما بترجع ريستار بتنام. وانا شفتها كذا مره بتنام بالرزيت. فيا ما خلصت ميه خلصت يلا يلا بتصور يلا يا ربي دخيلك. ما صورت عمرو بالعكس السيجاره عندك بس لك المطبخ ديروها كده خلص. الحمد لله إنه اليوم الكاتدرائية رجعت تعمرت مثل الأول وأحلى، هذا كله بفضل التبرعات وبفضل المحسنين، ونحن رح نضل مكملين بالمشوار. سول لا سول سول لا سول لا سول 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 سي. إيه؟ أنا جهزت الديتورنت هذا يعني سولفيج. مرق بمراحل كثيرة بعد أبونا الياس الله يرحمه، قاد هالكورال أكثر من مايسترو لبين ما استقرينا اليوم مع المايسترو جميل البيطار. المايسترو جميل هو موسيقي محترف أكاديمي، عنده شغف كثير كبير بالموسيقى الكلاسيكية، هو من العاصمة دمشق. حالياً هو يلي عم يدرب الكورال والأوركسترا وعم يشتغل مع كل حدا فينا بكل طاقته ليرفع المستوى الموسيقي والفني ويكمل المشوار باحترافية عالية. هلا صوت مليان أكتر بدون عين. ناخذ الصوت لآخر شيء لو سمحتي. أنا هدفي ارتقي مع هذا الكورال لمستوى فني موسيقي إنساني فنياً، وهدفي إني أنا ورجيهم لكل أنحاء العالم إنه من مكان أو خلينا نشبه بدي ورجي المشهد يلي هو وردة نبتت بصحراء نفس الشيء. أوكي رمزياً أنا بعتبرهم هن ولادي، فأنا عن جد فخور بكل واحد فيهم لأنه خلال فترة زمنية بسيطة استطاعوا أنه يحققوا نتيجة كتير مهمة. بالنسبة لإلي كل أعضاء الكورال يلي هلأ موجودين هن نخبة الشباب والصبايا. مايا وحدة منهم، مايا صبية عندها شغف كتير حلو، هي شوفها بعد فترة ومو كتير بعيدة، واحدة من المغنيات المهمين على القليلة على القليلة على المستوى المحلي. سكر الباب فادي. يلا يا شباب بس ندخلها جوا. يلا يا قوم. يلا. انتوا اشتغلتوا يوم الجمعة؟ هو ايش عنوانه للفيلم؟ عبين ما نحمي بس جهزوا نوطاتكم وسيبكم وهيك، اوكي؟ وقعدتكم. اول شيء هي عن جد هي الكلمتين نظاميات، يعني بعد ما هدينا. يعني هو انا بتمنى له الخير، بس انه اكيد رح نخسره معنا، فهو هيك اليوم جاي. ايه ما سمعت شو؟ ايه فهيك جورج هو واحد من أفراد الكورال. اليوم قرر يتركنا ويكمل دراسته برا بروسيا. جوزيف اليوم عم يستنى الفيزا لكندا. للأسف كل يوم عن يوم عم نخسر حدا فينا، وما بعرف مين رح يضل معنا بالآخر. كل ما عم بكبر يوم بعد يوم عم بتعلق أكتر وأكتر بحلب، بهي المدينة. إخواتي البنات ساندي ورولا قرروا يتركوا البلد ويعيشوا بعيد. اليوم عائلتنا مو مثل الأول، كله عم يسافر واحد ورا الثاني، بس أنا بحس إني رح ضل للآخر، آخر شخص رح يطلع ويسكر باب المدينة وراه باب حلب. بس لهداك الوقت بحس إني لازم كمل وضل غني بالكورال لحتى آخر لحظة. أنا رح ضل غني بكل شغف حتى يرجع النور يشرق بهالبلد.